ما تحقرش نفسك وما تقولش انا خلاص، انا خلاص راحت حياتي، انا خلاص تحرقت في الحومه، انا كوارتي مسخين، وانا جوزت شحال حياتي قاعد تحبس. حياتك راح تحبس، حاب تكملها في جهنم، عقبت 20 سنه حبس وحاب تكمل بعد الجهنم بعد مراه، وش حاب دير؟ اقل شيء اربح الاخره مع الله، اقل شيء بقيت لك من السنوات تقدر تبني فيها ما بنى فيها سعد بن معاذ 6 سنين، تزعزع عرش الرحمن لما مات. حنا نحوسوا عليك انك لما تموت تخلي تاريخ وراءك تاع توبه، ولما تموت ستجد ربا فرحا بك بتوبتك. هذا هو الصح، هذا هو المشروع تاع العمر. وين الماكله ماكلين والشراب شاربين والمشيه مشيين هالحياه كيما راحت؟ وسالوا ناس الكبار كيفاش جازت حياتهم، دخلنا من باب وخرجنا والسلام. اهم حاجه انك تلقى الله وهو عنك راض. قبلك كاين ناس كانوا اكثر منك وتابوا الى الله وربي يوفقهم، اذا انت ممكن انك تكون مثلهم. ولا تستحقر نفسك ابدا، عمرك ما تستحقر نفسك، انت تسوى عند الله، وعندك قلب طيب، وعندك امكانيات، وممكن ربي يجعلك خير من كثير من الناس. وكم من انسان تاب الى الله عز وجل ولا خير من الانسان اللي توبه، وكم من انسان تاب الى الله تبارك وتعالى وبنى به ربي امه. الدعاة منين جاوا؟ والعلماء منين جاوا؟ والناس اللي يصلح بهم ربي الدنيا منين جاوا؟ كانوا ناس خارجين طريق وتابوا الى الله عز وجل. وبالعكس، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. اذا كان المعدن تاعك مليح وانسان ذقت الدنيا وعرفتها وفهمت وخلاص وذقت مراره المعصيه، حقيقه انك ستكون بعد ذلك تائبا الى الله توبه مليحه، وراح ينفع بك ربي عز وجل. ومما يفرحني ويفرح خاوتي اننا احنا بشر مش ملائكه. احنا ربي عملنا معامله البشر، قالنا ربي لو كان ما جيتوش ديروا الذنوب كامل نحيكم من الدنيا ونجيب ناس يذنبون فيستغفرون فاغفر لهم. قالنا ربي عز وجل في الحديث القدسي، قال النبي عليه الصلاه والسلام اذنب عبد ذنبا، قالنا بلي كان واحد الانسان دار ذنب ومن بعد واش دار؟ ثم قال ربي اني اذنبت فاغفر لي. يقول الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويعفو عن السيئه. يعني ربي كي تقول انت يا ربي اني غلطت اغفر لي، ربي وش يقول؟ يقول شوف عبدي يعني على باله باللي كاين رب يمسح الذنوب ويغفر، يفرح بك ما دام عندك هذه المعلومه باللي كاين رب ويسمح ويغفر، يفرح بك كي تقول الكلمه هذه. ومن بعد يزيد يذنب مره اخرى، يعاود يزيد يقول نفس الكلام، وربي يقول لك نفس الكلام، وهكذا حتى يقول الله فليفعل عبدي ما شاء. وش معناتها؟ معناتها ما دام راه يتوب راح يتسقم، راح يجي نهار يتسقم وحده ما دام كل مره يتوب. احنا عندنا غلطه في التوبه، وهذه اللي ما خلتناش نتوبوا ونتسقموا. عندنا غلطه واش نديروا؟ نقول انا كنت تسقم على الصح، هذا كله كذب. هذا هذيك تاع اصل انا شوف كي ندير حجه ونكبر ونحبس هذا اللي واش عندي ومن بعد نتسقم على الصح، ولا عندي شغالات انا ما نقدرش نخدم هذه الخدمه ونصلي، انا ما نقدرش ندير هذه وكذا، انا ما نقدرش نمشي مع طفله ونصلي. صلي صلي. قالوا له يا رسول الله او كاين واحد الانسان راه يبات يصلي، واش معناته يبات يصلي؟ يقوم الليل والصباح واش يدير؟ قالوا له ويصبح يسرق. عباك هذه سمحنا في راسنا ما تدخلش كاع. كيفاش بيت تقوم الليل وبعد في المارشي تسرق صباح؟ عندنا بالنسبه لنا وكان تلاقاو معاه واش نقولوا له؟ حنا في المارشي واش نقولوا كان لقاوه يسرق؟ غير روح حبس الصلاه هذيك تصلي فيها، روح نحي الحياه هذيك، روح. هكذا نقولوا له حنا. حنا 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 نخدموا خدمه الشواطن. واش نديروا؟ نروحوا نقولوا له نحي الطاعه. علاش؟ حنا نتخيلوا بلي هذا منافق. هو لا لا هو مسكين راهو يسوفري. راهو من ذاك يحب يعبد في ربي او يعبد في ربي في الليل وحده. وحده يقوم الليل ومن بعد الصباح غلباته نفسه عنده شاد فيه الفيس يروح يسرق. النبي عليه الصلاه والسلام كي جابوا له الخبر واش دار؟ ما قالوش راه هذا منافق، روح قول له يحبسه، روح با يلعبها هذا، هذا راكم تلعبوا بالصلاه، يقول له ماشي هكذا. قال لهم ستنهاه صلاته. خلوا الراجل بينه وبين ربي يا ناس، خلوا الانسان بينه وبين الله. كي تشوف انسان يسكر يسكر او مدوره ملهيكا ويسكر او يعمر او يبيع في الكاشي يبيع وجسنا معنا الاخر، خليه يصلي، خليه صلي صلي صلي. واحد زوج من الناس يجريسيو حكموني حبسوني مش يجريسيوني، جاوا لي قالوا لي جينا نقول لك واحد الحاجه من نهار قلت لنا صليوا والله غرانا من داك نجريسيو بصح نصليو.
والله ما حبسنا الصلاه. قالوا لي ما كاش حاجه فرحنا بها كيما الصلاه. كم بصح لازم تحبسوا تقريسيو. قال لي والله غير نحبسوا ان شاء الله. قال لي بصح فرحنا باللي نقدروا ما راني نعصي ربي لازم نصلي. نقول لك علاه، خاش كي دير هكذا الله اكبر ويكون قلبك حي. تقول واش راني ندير انايا، واش كنت ندير دركا؟ هذيك الله اكبر هي محاسبه، خمس مرات في اليوم والليله وانت تحاسب في نفسك، وفي نفس الوقت ما راكش تخلي السيئات يجتمعوا عليك. لانه واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال تحترقون وتحترقون. واش معناتها؟ معناتها راكم ديروا في الذنوب اللي دخلكم جهنم، ثم تصلون الظهر فاطفاتها، وبعد كي تصلي الظهر هذاك الظهر هذيك اللي تصليها الذنوب قاع تمحيهم، ومن بعد تحترقون وتحترقون، راكم عاودتوا وزدتوا وليتوا المره الثانيه ودرتوا الذنوب ما بين الظهر والعصر، ومن بعد اذا صليتم العصر اطفاتها. شفت كيفاه؟ ومن بعد نفس الشيء تحترقون والمغرب اطفاتها، وتحترقون والعشاء اطفاتها. قال حتى ينام العبد مور العشاء كي يروح يرقد وما يديرش الذنوب مور العشاء، ما يتفرجش الافلام وما يسهرش ويروح يصلي العشاء ويروح يرقد. واش قال النبي اسم؟ حتى ينام وليس عليه خطيئه. يعني لا كان مت وانت راقد ما شاء الله هذاك نهارك صفر، ما كاش كاش ذنوب. عمرك ما تقول السنه انا نديرها على الصح ولا نديرها على الصح. خليك من هذيك على الصح، هذيك كذب، هذاك الشيطان يدير لك هذاك. معليش انا راني اني مبلي نروح نصلي، ومن بعد بالعقل انا نحبس هذه، حبس هذه، ومن بعد بالعقل انا زدت وفقني ربي درت عمره، ما شاء الله شفت بيت ربي وكذا ما شاء الله، ومن بعد اني رحت مع جماعه حضرت درس، إيه ما شاء الله، معليش نروح البارح سكرت نروح اليوم معليش، ومن بعد بالعقل ربي ينمي الحياء في نفسك تولي تستحي دير هذه الاشياء. وحدك ترجع الى الله.